تعالوا نروح لألمانيا ونروح لتوماس بريدريتش، ده واحد من أهم النجوم في تاريخ ألمانيا، مهاجم منتخب ألمانيا السابق وباير ليفركوزن وولفسبورج وهانوفر، وبمناسبة تألق نجمنا عمر مرموش. مستر توماس مساء الخير، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم مستر أحمد. السلام عليكم سيد أحمد، شكرا جزيلا على دعواتك الكريمة لبرنامجك. وقبل أن أبدأ بالحديث عن عمر مرموش، أود أن أبارك لك ولابنك شخصيا على مسيرته الرائعة حتى الآن. هو حارس مذهل وترشح لأفضل حارس في أفريقيا. هو أعتقد قد حافظ على شباكي في 9 مباريات في دوري أبطال أفريقيا إن لم أكن مخطئا. نعم، أعتقد أن هذه منحة إلهية أي أب يتمناها لابنه على هذا الأداء العظيم. بشكرك شكرا جزيلا، وحلو قوي كلمة منحة إلهية منك، لأنه فعلا يعني منح ربنا كتير وأفضل ربنا كتير علينا جميعا. يا ريت يا جماعة تحطوا لي اللقاء قدامي عشان أشوفه، لأن أنا مش شايف حاجة. أكون شاكر برضو لحضراتكم. توماس، خليني أسألك عن الكرة الألمانية بصفة عامة. الآن بدأ الغزو للنجوم العرب، عندنا محمود داوود السوري، وعندنا دلوقتي عمر مرموش. لكن عمر مرموش عامل صرخة في الدوري الألماني، نجاحاته رهيبة جدا جدا. كيف تقيم عمر مرموش وما يقدمه الآن مع فريق أينتراخت فرانكفورت؟ عمر مرموش، بالنسبة لعمر مرموش، هو لاعب رائع والآن هو في أعلى مستوى له. قد تعلم كثيرا من ماضيه في ألمانيا، وكان لديه العديد من الفرص في ألمانيا. وأستطيع أن أقارن مسيرته بمسيرتي. قد لعبنا في نفس الأندية تقريبا. نعم. وبالنظر إلى ما حققه والنجاحات التي حققها، أعتقد أنني أقول أني في مرتبة ثانية بعده. فقد هو انتقل إلى فرانكفورت بعدما قد تعلم كثيرا في الدوري الألماني. نعم. شايف أن عمر ممكن يستمر مع أينتراخت فرانكفورت، ولا ممكن ينتقل إلى بايرن ميونخ، ولا اللي بيتقال دلوقتي أنه قريب من أنه يذهب إلى الدوري الإنجليزي؟ أعتقد أنه موهبة تستحق. Yes, it's the. I didn't understand the question. Sorry. Do you think that? Okay. First of all. في البداية. We appreciate here in Germany. نحن نقدر عمر مرموش في ألمانيا، ولكن. His next step. مسيرته بعد ذلك تحتاج ناد أكبر من فرانكفورت، ولكن فرانكفورت لديه الآن مكانة كبيرة في ألمانيا. يمكن أن يفوز بالدوري، يمكن أن يفوز ببطولة مع فرانكفورت هذا الموسم. وبلا شك أعتقد أن مستقبل مرموش لا يتوقف على ألمانيا، ولكن ربما يذهب إلى ناد أكبر. ربما تكون مسيرته القادمة كما ذكرت أنت في البريمير ليج، لأن باهتمام ليفربول بضم اللاعب فأعتقد أن المنافسة ستكون صعبة. ما رأيك في ظاهرة اللاعبين المصريين الآن؟ تألق رائع لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي، وأصبح واحد من أساطير اللعبة في إنجلترا ونادي ليفربول، والآن عمر مرموش. هل ده تقديم جيد للاعب المصري؟ نقدر نشوف اللاعب المصري بيغزو أوروبا بعد كده؟ أعيد السؤال يا جماعة ولا إيه؟ أه
بالطبع بالطبع. أعتقد أن هذين اللاعبين هما نموذج يحتذى به لأي لاعب مصري في أوروبا. محمد صلاح قد رسم الطريق لكل اللاعبين وقد شكل ومثل لهم ما يمكن أن يكونوا عليه في المستقبل. بالطبع الأمر صعب على اللاعبين المصريين، ولكن بعدما رأيناه من نجاحات وفي مسيرة محمد صلاح وكذلك في مسيرة عمر. توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي، هانز فليك مدربا لبرشلونة الأسباني، فيسنت كامبري مدربا لبايرن ميونخ، شفت التنقلات والتغيرات دي عاملة إزاي وما هي توقعاتك؟ Yes. I mean, نعم الأمر جيد، أرى الأمر بشكل جيد. فانتقال المدربين الألمان خارج ألمانيا أمر جيد. لدينا الآن هانز فليك في برشلونة وتوماس توخيل بالطبع في قيادة المنتخب الإنجليزي، فأنا فخور جدا أن أرى هذين المدربين في بلدين مختلفين في أوروبا. هذه خطوة رائعة لكلا المدربين، وطفرة للكرة الألمانية كيف يعملان وتضيف طرق جديدة، وقد أدى حتى الآن موسما جيدا. سؤالي الأخير، لو قدامك عمر مرموش وتديله نصيحة وأمامه بايرن ميونخ الموسم المقبل ونادي من البريمير ليج في إنجلترا، تنصحه بإيه؟ نصيحتي لعمر مرموش أن يكون أكثر هدوءا وأن يركز على في خطواته القادمة، لأن لا يمكن أن تنظر للوراء، فقط انظر للوراء إذا أردت أن تتعلم. نعم، إذا أردت أن تكون أعظم لاعب في العالم فيجب دائما أن تنظر للأمام وأن تثق بنفسك وأن تؤمن بنفسك. هو مهاجم، هو واثق بالطبع، ولكن وبالطبع أتمنى أن يظل في صحة جيدة. نعم، ليتخذ الخطوة الأقدر والأهم له، لينتقل لناد أكبر يساعده وفريق يساعده على إحراز الكثير من الأهداف. وبالطبع هذا سيساعد الفريق الوطني المصري للتأهل لكأس العالم بعد ذلك، ويصنع حدثا بارزا وفريدا لنفسه مع منتخب بلاده. من سيكون هداف الدوري الألماني هذا الموسم، هاري كين ام عمر مرموش؟ الان يبدو ان عمر مرموش لديه الطريق ليفوز، لان طريقه لعب إنتراخت فرانكفورت هي الافضل في الدوري. أعتقد حتى الآن قد أحرز 10 أهداف. نعم. وعشرة صناعة الأهداف، فبالتالي لديه مزيج رائع من اللاعبين يساعده، فلديه الفرصة الأبرز ليحرز لقب هداف الدوري الألماني الآن. أشكرك شكرا جزيلا النجم توماس برودريتش، أحد من أهم نجوم الكرة الألمانية.